أشهر حصان في التاريخ، حصان فك حصار دام لأكتر من 10 سنين، تمثال أنقذ أجمل 6 على الأرض، أسطورة طروادة، ملحمة أسطورية حكاها الشاعر الكبير هوميروس في رائعة الإلياذة، واللي فضلت مصدر الحكاية الوحيد حرب طروادة. حرب حصلت في أواخر العصر البرونزي في مدينة طروادة، واللي اسمها اليوناني تروي، ومكانها في الأناضول في تركيا دلوقتي. كانت الحرب بين الطرواديين والإغريق أو اليونان حالياً. كان بيحكم طروادة في الوقت ده أميرين، هما هيكتور وباريس. الأمير باريس خطف ملكة مملكة أسبارتا، الملكة هيلين، واللي كانت أجمل النساء في عصرها، وكانت متجوزة الملك منلاوس ملك أسبارتا. الإغريق اعتبروا خطف ملكتهم إهانة لا تغتفر، وغضبوا جداً وقرروا ما يسكتوش، وكان رد فعلهم هو الهجوم على مدينة طروادة. لكن لقوة المدينة وقتها وصعوبة اقتحامها أو دخولها، حصروها واستمر الحصار 10 سنين، لحد ما اقترح إيبيوس وهو واحد من قادة الإغريق حيلة جديدة وخبيثة جداً قلبت موازين المعركة، وكانت نقطة نهاية الحصار ده، حصان طروادة. بدأ الإغريق يستعدوا ويبنوا حصان خشبي كبير وصل ارتفاعه ل 18 متر تقريباً، وفرغوه من جوه، وكانت الخطة هي دخول أمهر الجنود جوه الحصان ومعاهم أوديسوس قائدهم، وفضلوا يدخلوا واحد ورا التاني لحد ما الحصان اتملى، وباقي الجيش كان دوره انه يفك الحصار وكأنه انسحب. فيحس الطرواديين ان الجيش الإغريقي يأس، وبعدها يقدم الجيش الإغريقي الحصان الخشبي العظيم ده كهدية سلام. واعتمدوا في إقناع الطرواديين على جاسوس إغريقي اسمه سينيوس، فأقنع أهل مدينة طروادة إن الحصان ده هو هدية سلام واجب يقبلوها، وإن الإغريق خلاص فكوا الحصار وماشيين. وافق الطرواديين بس كان جواهم شوية شك، وعلشان يطمنوا بعتوا مجموعة منهم يتفقدوا الحصان ويتأكدوا إن هو تمثال عادي، وبعد التفقد قالوا تمام. ورغم إنهم كانوا قلقانين، أمر الملك إن الحصان يدخل المدينة وسط احتفال كبير كنوع من أنواع الفخر بالنصر، والاحتفال بالحرية التامة، ورفع الحصار عن طروادة، وبدأوا يدخلوا الحصان من البوابات وسط الطبل والرقص والموسيقى، وبدأوا يشربوا ويسكروا لحد آخر الليل، وده كان الوقت لخروج جنود الجيش الإغريقي من الحصان وفتح جميع البوابات للباقي عشان يدخل باقي جنودهم لاقتحام طروادة لأول مرة طول مدة الحصار. وبدأ الإغريق فوراً في الانتقام، فكسروا ودمروا وقتلوا وحرقوا ونهبوا كل اللي قدروا عليه، والأهم بالنسبة لهم من كل ده كان قتل الأمير باريس ورجوع الملكة هيلين لجوزها الملك منلاوس. حصان طروادة أعظم وأشهر تمثال في تاريخ الإغريق، ما كانش مجرد سبب وحيلة لنجاح الحرب، حصان حرب طروادة كان سبب في تخلدها.